لتأييد المرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي لمصر انتخاب المدرب. وأستطيع أن أزعم أن حزب المؤتمر كان يمكن أول حزب منذ أكتوبر الماضي، وهو في قناعة كاملة أن الفريق هو من ذلك الوقت. عبد الفتاح السيسي إذا رشح نفسه لهذا المنصب فإن هذا المؤتمر يأخذ بقوة ورائع ويدعمه ويسنده. والآن وبعد أن بدأت الحملة الانتخابية قانونية، وضع حزب المؤتمر هذا المؤتمر اليوم كبداية لانطلاق حملتنا الخاصة النابعة من قواعد حزب المؤتمر في كل المحافظات والقيادات الخاصة بالحزب. حملة شعبية دولية مرشح الشعب المشير عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر منذ انشائه تحت قيادة السيد عمرو موسى ونتمنى له زيارة ناجحة للولايات المتحدة الأمريكية التي بدأها اليوم، واعتقد انها تكون في نفس السياق اللي احنا بنعمل فيه اليوم وسنبدا فيه على مدى ايام قادمه ان شاء الله. الانتخابات وارجو ان تكون شيء واضح، ما فيش شيء محسوب، وزي ما قال المتحدثين قبليه انه ما فيش مش هنركز الى فكره الحصول على الشعبيه الجارفه التي يتمتع بها ونقول ان خلاص الموضوع قصر، لا، هننزل وهنشارك وهنتعب وهنروح مؤتمرات وهنلف المحافظات من اجل ان احنا نزور الانتخابات ويجب ان نكون حاضرين. رئيس مصر القادم لن ينجح ب 52%، رئيس مصر القادم سينجح باكثر من 70% من اصواته. بيلقي علينا كلنا مسؤولية كبيرة في ان احنا نحشد ونذهب الى الانتخابات بصبر ونقف في الطوابير بصبر ونتحمل العنف المتوقع في الفترة القادمة بصبر ايضا حتى نصل الى هدفنا وهو انتخاب رئيس مصر القادم ان شاء الله. شعب خرج في 30 يونيو لتغيير حكم اكتشفنا كلنا ان الحكم لا يستطيع ان يقعد بمصر على الاطلاق، وعينا الجيش لذلك وعيادتنا القوات المسلحه لذلك. كان هذا بدايه انحيازنا للمشير السيسي، لان المشير السيسي وقيادات الجيش والجيش باكمله انحازوا للشعب المصري، انحازوا لتطلعاتنا، انحازوا لاملنا وطموحنا في مستقبل افضل. وبالتالي نحن اليوم ننحاز اليه وننحاز الى قيادته القادمه ان شاء الله كرئيس جمهوريه مصر العربيه. الحمله الخاصه بحضور المؤتمر هي حمله تقوم على اخلاق الفرسان، لن نتعرض الى احد، لن نهاجم احد، نحن نقف وراء مرشحنا ونؤيده، ولكننا نحترم المرشح الاخر المنافس ولن نتعرض لاي حال من الاحوال. فهو رجل يتمتع بقدر كبير جدا من الوطنيه وشارك في جبهه الانقاذ وشارك في اصلاح حكم الاخوان، ولكن نحن نرى من واقع احساسنا بالخطر الذي يحيط بهذه الدوله انه الرجل المناسب لقيادة مصر في هذه الفترة هو المشير عبد الفتاح السيسي، وبالتالي كان هذا